من فوهة بندقية قناص تطل على جبل قاسيون يخرج رصاص الحر ليضع حدا لكل عنصر من عناصر نظام الأسد الذي لم يحترم حرية شعب نادى بإسقاط هذا النظام. فوق ثلاث مدافع، مدفع كوزليكا ومدفع 57 ومدفع 23، هذول اللي عم يضربوا من فوق الجبل على بيوت أهالي برزي. نحن عم نستهدفهم على مسافة 1500 متر تقريبا لل 1700 متر. عم نضطر نستخدم قناصات نوعيين 12.7 أو 14.5. ويعتبر هذا الطريق من أهم محاور العاصمة في تقدم الحر بمركز المدينة، وهو مرصود بتحركات القناصة عن طريق عدسات كاميرا المراقبة. أنا برأيي أي تحرك على الشارع بصير من الجيش من اللجان، أي تحرك غريب عن طريق الكاميرات أنا برأبه منها، خبر في أي العناصر الموجودة فوق واللي بيتم التعامل معه. لا. كتيبة عاصمة الأمويين التابعة للواء الأول تعمل على صد أي هجوم أو تسلل من قبل جيش النظام وشبيحته. ضرب معاقل النظام وشبيحته ومن سندهم من قوات حزب الله كاز في مشفى تشرين العسكري الذي تحول إلى سكن للشبيحة، في الإنشاءات العسكرية، في عش الورور التي تقوم بضرب المناطق والأحياء المدنية. نحن الآن في مدينة برزة في منطقة طهر ومصطاح، رابطين بالدفاع عن أخواننا في مدينة برزة وسط قصف للطيران وضرب المدفعية وتجمعات للشبيحة. الله، وهذا أجمل دليل، أجمل من أن يكونوا على الأرض من بعيد البعيد يضرب مستخدما كافة وسائل الصراع. من ورغم قلة العتاد والسلاح وإمكانياته المتواضعة بالمقارنة مع ترسانة قوات النظام، تبقى معركة الجيش السوري الحر متواصلة، معركة الصمود والبقاء بعد إسقاط الأسد.